فكنظن بالنسبة للبارودي اللي جا من الاتحاد البيضاوي فبدا كيتدرب معانا في جميع التدارب وفاش مشينا لبوركينا فاسو فمشى لعب مع لي زيسبوار لأنه التدارب ماشي بحال مقابلة رسمية. وحاجة أخرى هو أنه كيلعب كجناح أيمن، ولكن بالسرعة اللي عنده الاكسبلوزيفيتي ديالو كنظن بانه يقدر يلعب كقلب هجوم، فلا لاحظتو فهو جاب ضربة جزاء وسجل هدف، فكنظن انسجم مع العناصر كلها. فكما قلت لك لعيب اللي عنده مستقبل باقي صغير، وكنظن بانه بعد العوده ديال العلودي وكذلك الشخصي وكذلك برارو، فكنظن بانه غادي نكملوا المجموعه كامله ديال فريق الكوبا مراكش. بالطبع، فكنظن بالنسبه للمقابله ديال ليبيريا خدينا درس بعد بوركينا فاسو، درس ديال درس على اولا على التركيز اولا، وكذلك الاحوال اللي كتكون في افريقيا. فكنظن بانه التحكيم كل شيء كيعرف ليه الا كره القدم، وكذلك حتى اللاعبين كما قلت لك سير لو بلومونتال ما ماشي كما قلت لك صعيبه بزاف، لان تسجلت عندنا ضربه جزاء اللي ماشي ضربه جزاء في الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني، فجميع اللاعبين ما بقاوش مركزين، كذلك الاصابه ديال السقاط من بعد الهدف الاول، دخلنا اللاعب المغري اللي ما كيلعبش كظهير ايسر، كما قلت لك اللائحه هذا الشيء اللي عندنا، نتمنى ان اللاعبين بحال برارو وكذلك الشخصي غادي يرجعوا، فاحنا غادي نلعبوا على جوج ديال الواجهات، لان ما يمكنش ان فريق الكوكب المراكشي حتى المركز الثالث غير باش يشارك، غادي نشاركوا ان شاء الله، وغادي نحاولوا نشرفوا مدينه مراكش والكره المغربيه عامه. فبالطبع انا ما عنديش تفسير علاش كنا كندربوا في الملعب الاصطناعي، نقدر نقول لك اسباب، ولكن الاصابات غريبه كما قلت غريبه وغريبه جدا. اللاعبين كما كنقول هذه كرة قدم، بعد قبل ما نلعب المقابل مع بوركينا فاسو تصاب لنا علودي يوم الخميس، الغد تصاب لنا اللاعب شهاب، كذلك اللاعب الزبيري اللي لعب مع الجيش مقابلة حبية الغد تصاب، كما قلت لك فغريبة، رغم أن الطاقم الطبي فكيقوم بمجهود كبير وكبير بزاف، فكما قلت لك هذه كرة قدم، فكاينين عناصر شابة. المشكل كنظن غادي يكون عندنا غير في كأس الاتحاد الإفريقي، لأن كاينه اللائحة فيها 24 لاعب وخمسة ديال اللاعب من كلهم مصابين، فإذا لاحظتوا بوركينا فاسو كما كان سي ناعم فدينا ثلاثة ديال حراس المرمى باش نكملوا اللائحة ديال 18، فكما قلت لك بالعودة ديال برارو إن شاء الله وكذلك علودي والشخصي كنظن غادي تكون تشكيلة كاملة إن شاء الله.